الحتوى بتبدأ وبتشوف ان احنا في مدينة كانداك من 2600 سنة قبل الميلاد. في يوم ابو الصحاب بيدخل على بلد جيش ظالم وبيحتلهم بقيادة ملك كده اسمه أكتون، وبالسحر الاسود قدر ان هو يعمل تاج لنفسه فيه قوة كبيرة جدا يستخدمها. ولكن ابو الصحاب هو بيحتاج حجر معين عشان ياخد منه القوة بتاعت التاج ده، فبيخلي سكان المدينة كلهم يشتغلوا بالصخر وينقبوا عن الحجر ده. وبنشوف ابو الصحاب واحد من سكان المدينة هو بيشتغل ولقى الحجر ده، وهو صراحة اسمه صعب كده، اسمه ايترنيام او مش عارف ايه. انا والله العظيم اتفرجت على الفيلم طول الفيلم ما عارف انطق اسم الحجر. كل واقفين ابو الصحاب لما بيشوفوا ان الراجل ده لقى الحجر بيتخانقوا على الحجر ده، بس في الاخر ابو الصحاب بيجي عايز صغير كده عشان يفض الخناقه دي، والولد تحسه فاهم مدكر في نفسه، وبيسلمه بعد كده ابو الصحاب الحجر لجندي. فالجندي ابو الصحاب بيقول له على فكره يعني الملك هيشكرك على ده. فقال له الملك مين يا اسطى اللي يشكرني؟ بقول لك جايب لك حجر، الحجر ده هيخلي عنده قوه لا نهائيه. عمل حاجه انا مش عايزه يشكرني، عايز كتمنس كتمنس. بيقول له عايز كتمنس يا عم؟ تعالى حبيبي تعالى باشا هديك كتمنس يا حبيبي. قوم جاي واخده هلا هوبا كده ايه من فوق الجبل. المهم ابو الصحاب بعد ما بيرمي الراجل من فوق الجبل بيروح للعيل الصغير كان معاه بيقول له انت مش عايز كتمنس، انت كمان مش عايز حاجه من الملك، انت كمان بروح امك. بعد كده بيجي ابو الواد ده بيقول له احنا مش عايزين حاجه، احنا مش عايزين حاجه، وبياخده بيمشي. وبيتكلم معاه بقى الولد عن الحريه وبيقول ان هو زهق وان هو عايز يبقى حر عشان صراحه انا جبت اخري. فبيجي ابو الصحاب وبيخطف الحجر بعد كده من الجندي وبيروح للناس ويوريهم ان هو لقى الحجر. فالملك بعد كده ابو الصحاب بيقرر ان هو يعدم الواد ده عشان اللي هو عمله، فانت فاهم بالطريقه دي هتقوم البلد كلها علينا. ولكن ابو الصحاب الواد لسه على منصه الاعدام بيلاقي نفسه اختفى، وبيلاقي نفسه ابو الصحاب قدام حبه صحراء كده حلوين او مجلس الصحراء زي ما تقول ابو الصحاب، وبيديه ابو الصحاب القوه بتاعتهم واللي هي قوه شزام. ايوه هو نفس شزام اللي انت اتفرجت عليه من مده لو مش واخد بالك، هي نفس القوه ونفس المجلس بتاع السحر ده. ولكن ابو الصحاب هتعرف قدام ليه بقى واحد بس، يعني هو لما رحنا عند شزام بقى واحد بس اللي فاضل. المهم ابو الصحاب بيجي له ابو الصحاب قوه خارقه لما بيدي له القوه بتاعت شزام، ولما بيقول شزام بيجي له قوه وهكذا، والهيئه بتاعته بيختلف. بيروح بعد كده على الملك أكتون وبيموته قبل حتى لما يفكر ان هو يحاربه. وبنجري بالزمن وبنبقى في كنداق في الوقت الحالي. بيبقى في عيل صغير كده ابو الصحاب بيسكت في الزمالك، ايه قصدي بيسكت في الشارع يعني، وبنشوف عصابه راكبه في عربيه وبيعدوا على لجنه وبيقدروا ان هم يخلعوا منها بسبب ان الواد اللي كان بيسكت ده غلس على الظابط شويه، ففاهم انت خلى العربيه ايه تتدحلب وتمشي. نربع كان معاهم واحده مطلوبه العداله اسمها ادريانا. بيجي الواد الصغير وبيمسك في العربيه وبيقول لهم انا جاي معاكم يا جدعان، فهي بتقول له روح على البيت الموضوع خطير وانت لسه عيل صغير ولم نفس امك. نعرف بعد كده ابو الصحاب ان ادريانا معاها جزء من حجر ايترنيام اللي ورثته من عيلتها، وبيروحوا الشله دي ابو الصحاب على الصحراء وبيدخلوا جبل كده وبيستناهم اللي كان سايق ده بره. نعرف انه من الجبل ده موجود فيه التاج اللي الملك كان عايز يلبسه وان هو حافظ عليه حوالي 5000 سنه. السواق اللي قاعد بره ده عمال يسمع اغاني ومندمج مع نفسه، بيلاقي فجاه ابو الصحاب زميله اللي اسمه سمير اترمى قدامه على الارض قدام العربيه، مش بيلحق حتى يعرف هو ايه اللي حصل. بيلاقي قوات جت كده وبتقول له اوعى تتحرك لحنفرك في قرشك. نرجع ابو الصحاب للشله اللي جوه الجبل وبيكونوا بيقروا شويه نقوش على الجدران وبيعرفوا ان كان في بطل اسمه تيث ادم، وهو اسمه تيث ادم انا ماليش دعوه. المهم ابو الصحاب المفروض ان البطل ده انقذ شعب كانداك زمان وان هو كان قوي بطريقه مش طبيعيه، طبعا ده تيث ادم بحالها. المهم ابو الصحاب بيفضلوا يدوروا جوه على التاج لحد لما بيلاقوه، وبتنط عمتنا ادريانا وبتاخد التاج والحمد لله. بس هم خارجين ابو الصحاب بيلاقوا الامن ده في وشهم. بتقدر ادريانا بعد كده انها تحرر تيث ادم، بتحرر ابو الصحاب تيث ادم من السبات اللي كان فيه، وبيروح لواحد من الامن فبيمسكه ساعتها ادم وبيحرقه بكل سهوله وحاجه فاهم لقطه اللي هو يا نهار اسود. ده الامن بيقول له بص بقول لك ايه هتتحرك من مكانك حفلاك نصين، قام جاي مشعلقه كده عامل حج في الهواء حرفيا، الولد بقى هيكل عظمي بعد كده. المهم ابو الصحاب الرصاص طبعا مش بيأثر فيه بربع جنيه طبعا، وبيموت كل الرجاله بكل سهوله تجوز. وصراحه كان مشهد جامد. بيخرج بعد كده من الجبل بيلاقي طيارتين هليكوبتر في وشه، بيقوم جاي عامل حاج فجاه واحد من الطياره الراجل بيبص عليه قدام لقى مره واحده اختفى، بيبص جنبه لقاه في وشه كده، وانت فاهم يعني ذا روك وشه ام مرعب ازاي. بتهرب بعد كده ابو الصحاب ادريانا والسواق من المكان بسرعه عشان قوات الامن دي جايه فاهم وبتحيط المكان كله. بيفضل عمنا ادم يضرب فيهم ويخلص عليهم بمنتهى السهوله، ونشوف بقى القوه بتاعته الجامده فشخله بيلقط سلو موشن اوفر قوي، يعني لقطه طويله قوي سلو موشن طويل قوي، مش عارف انا حاسس ان احنا كنا قلبنا فيلم عربي ليه، بس ما علينا. بعد ابو الصحاب بيفجر القوات بتاعه الامن بينزل يتمشى عادي وبيوصل العربيه اللي فيها ادريانا، والسواق الصحاب بيقولوا ان احنا يا جدعان احنا طيبين والله العظيم ما عملناش اي حاجه. بعد كده بيقول له خلي بالك يا ابو الصحاب عشان في واحد وراك هيغفلك. بيتدرب عليه الصاروخ وهو بيقوم جاي ماسك الصاروخ وبيعرف اسم الشركه المصنعه. بعد كده الصاروخ ده بيفرقع فيه واتصاب. كل اللي حصل له ده هو ما اتصابش، ولكن الصاروخ ده عامل حاج اثر فيه. هتقول لي طب هو الصاروخ ده ليه يعني المؤاخذه في الكلمه اثر فيه؟ هقول لك يا عم الحاج ان الصاروخ ده معمول من الماده اللي معمول منها مين؟ التاج، عشان كده اثر فيه. المهم ابو الصحاب بيقوم تاني بعد لما الصاروخ اصابه وبيطير وبيروحوا برده هما الاثنين وراهم، وبيلاقوا بعدها ان هو قام جاي اترك على الارض فاهم انت ووقع اصلا وجاب اخره وعمال يطلع كهربا كده. بعد كده ابو الصحاب بنشوف واحد من اللي كانوا مع ادريانا في الجبل واللي اسمه اسماعيل بيتكلم مع شويه جنود في التليفون، وبيطلع اصلا ان هو شغال معاهم او قائد بتاعهم اصلا، والمفروض برده ان هو فاهم عايزين ان هم يجيبوا التاج. بنروح بعد كده ابو الصحاب لواحد اسمه كارتر وبيشوف اخبار بقى عن اللي بيحصل، وبتتصل بيه مين عم الحاج؟ اماندا ولر. ايوه اماندا ولر بتاعت سوسايد سكواد، فاكرها اللي كانت مجمعه؟ ايوه هي نفس المره اللي
لا مش بطيق امها دي. هي دي ابو الصحاب بتتصل بيه وبتقول له ان هما لازم يشوفوا حل اللي بيحصل ده ويوقفوا تيث ادم عشان صراحه التيث دي مضايقه علينا. المهم ابو الصحاب الفريق بيتجمع ويتعرفوا على بعض وبيركبوا سفينه ويتحركوا ويروحوا يخلصوا على الواد اللي اسمه تيث ادم ده. بيفوق بعد كده تيث ادم وهو في اوضه ابن ادريان انه بيعرف من الواد ان امه فوقته بعد 5000 سنه لما كان نايم. بيشوف نفسه في المرايه بقى مستغرب بالشكل ده عشان هو انا ما شفتش نفسي يا جدعان بقالي فتره والله العظيم. طب احنا ما كانش عندنا مرايات زمان ولا ايه الدنيا يعني؟ بيشوف بعد كده اصحاب المدينه بعد لما اتغيرت وبيحكي له بقى الولد عن المكتوب عنه في كتب التاريخ وان هو يبقى البطل اللي انقذ شعب كانداك من الاحتلال زمان. بس ادم بيقول له لا انا مش بطل ولا حاجه يعني وبيخرج من الاوضه حرفيا بيخترق الحيطه كده بيخرج من الاوضه وبيلاقي بره بصحاب ام الواد الصغير ده مع السواق اللي اسمه كريم وهو ثاني باخوها يعني بتقول انها حررته عشان يحرر المدينه من الاحتلال الحالي. فبيخرج بصحاب بسرعه من البيت وبيروح وراها ابنها عشان يحاول ان هو يعني يشوف هيعمل ايه وبيفضل فاهم الواد ايه يغلس عليه ويكلمه وكده. وبنشوف بقى بصحاب الفريق اللي المفروض هيقفوا ضده بيتجمعوا بقى بصحاب في الواد ده هم بعد المعلومات عنه هم في السفينه وبيكون خلاص بصحاب قربوا من المكان بتاع تيث ادم ده يعني خلي بالكوا احسن تخبطوا فيها. المهم بيروح عمل حاج تيث ادم على تمثال كده معمول ليه في المدينه وبيجي شويه من القوات بتوع الامن عشان ياخدوا ادريانا وابنها ولكن بيجي عمنا ادم وبيحميهم وبيخلص على بتوع الامن دول بكل السهوله وبيطير كام واحد كده من الجنود وحاجه قمه في العظمه. وبيكون خلاص بقى بصحاب الفريق بتاعنا وصل واللي اسمهم جاستس سوسايتي ده النسخه الرديئه من الجاستس ليج او مش نسخه رديئه يعني بس النسخه المصغره كده شويه. بينزل عم الحاج هوكمان ودكتور فيتو بيحاولوا ان هم يقنعوه ان هو يوقف الكلام ده ولكن هو مش بيرضى. بيفضلوا بصحاب الاثنين يقتلوه والثلاثه بيبقوا اخويا فشخوله بس هو اقوى منهم بمراحل كبيره يعني. تنزل بعد كده بصحاب كاي كولون اللي بتتحكم في الرياح وبتساعد في المعركه. يعرف دكتور فيتو ان ادريانا وابنها امون معاهم التاج بتاع سباك هو التاج ده اسمه تاج سباك وانت مش واخد الواد اسمه امون مش عارف صراحه هو امون ولا اقعد ملناش دعوه. المهم بالصحاب بيقول دكتور فيتر ده مش وقته بيروح بعد كده لادم بيفضل يضرب فيها بالصحاب نسخ كتير منه. بيجي عند كده عم الحاج اتوم سماشر بيقوم جاي مضخم نفسه يقوم جاي بام فقع عمك ادم ده ضربه كده جايب اجل امه. بيلاقوا بعد كده بالصحاب ان الشعب كله حابب تيث ادم ده وعمالين يهتفوا له عشان هو اللي هيكون المنقذ بقى بتاعهم فاهم انت والكلام ده كله. ويقوم جاي عمنا تيث ادم طالع من ايد اسر اتوم سماشر ويقوم جاي خال عام. بيروح بعد كده بصحاب الفريق بتاع جاستس سوسايتي ده لادريانا عشان ياخدوا منها التاج بتاع سباك. فبتقول لهم يا جدعان انا مش معايا التاج اساسا انتوا مين انتوا عايزين ايه اساسا احنا ما شفناكمش من زمن جايين تظهروا دلوقتي بعد لما البلد اللي بقى ليها بطلها ها ما احنا طالع ميتين امنا في احتلال بقى لنا قد ايه ما حدش شاف وش امكم يعني ولا هي لما اقرا لا انا رايح فين مش دعوه. المهم بصحاب بنروح مع كال امون ابنها اللي بيكون اساسا خد التاج وخلع. بتروح بعد كده ادريانا لادم وبتكلمه عن اللي حصل زمان واللي هو عمله ان هو فعلا دلوقتي لازم يكون البطل بتاع المدينه. بيقول لها يا جدعان انا مش البطل بتاعكم انا برده مش البطل بتاعكم. نرجع مع كال امون الى روح البيت لكريم ولقى ساعتها اسماعيل ايوه هو اسماعيل ده مش واخد بالك هو اللي مع الناس التانيين واللي عايز ياخد التاج وكده. المهم لقى اسماعيل هناك عشان عايز ياخد منهم التاج. بيقدر امون ان هو يهرب منه بيستخبى. ساعتها عم الحاج عم كريم بيقوم جاي قافش في اسماعيل يعني عارف انت كريم بيقفش في اسماعيل فبياخد طلقه في كرشه بس يعني تقريبا مش هيموت لان الدهون دي هتعمل مفعول فاهم انت مضاد للرصاص يعني والحمد لله. وامون بيقدر ان هو ياخد التاج ويهرب منه بسرعه وبيستخبى كده في اي حته. الفريق ابو الصحاب بتاع جاستس سوسايتي ده بيروح لتيث ادم وادريانو بيتكلموا شويه وبيجي بعد كده مكالمه ادريانا من امون بيقول لها ان اسماعيل وقوات الامن موجودين في البيت وهو انا مش عارف اهرب وعايزين يقفشوني وهيفشخوني. فساعتها بتترجى تيث ادم ان هو يروح عشان ينقذ ابنها. بيحاول بعد كده امون ان هو يهرب من الجنود دي كلها في العماره ولكن في الاخر بيجي واحد منهم وبياخده على موتوسيكل طائر كده ابو الصحاب وبيطير بيه. بس بيكون عمنا ادم وصل ابو الصحاب وبيطردهم عشان ينقذ الواد ده. بيفضل برضه ابو الصحاب يدوروا باقي الفريق هو هوكمان فاهم انت والفريق اللي جاي معاه نفس الكلام دكتور فيت وكان كل اسام بيحاول ان هو ايه يشوف الواد لان الواد ده برضه معاه التاج وبرضه عيل صغير عايزين ننقذه ولكن محدش فيهم ابو الصحاب بيقدر ان هو يوصل له. عشان اسماعيل عم الحاج بيكون اسام جمع حبه موتوسيكلات تانيين كده فاهم انت هو اسام حط الواد جوه الموتوسيكل فهو مش باين هو في انهي موتوسيكل وهم بقى فاهم عمك ادم عمال ياخد الناس من الموتوسيكل يشوف في حد جوه لا مفيش يوم جاي بام رميه اساسا وسايبه يتفشخ ويقابل مصيره يعني. بنشوف بقى جابوا الصحاب اتوم سماشر والبت كي دي قاعدين مع بعضيهم كده وكلام يعني فاهم انت بقى معجبين ببعضيهم. بنروح مع كده دكتور فيت وادريانا وتيث ادم وهوكمان وهم ابو الصحاب معاهم اتنين من الرجاله المفروض هيساعدوهم في ان هم يلاقوا امون. وعلى فكره الكوميديا في المشهد دي حلوه قوي يعني مش محشوره كوميديا وخلاص زي مثلا ثور لاف اند ثاندر والحاجات دي لا لا الكوميديا لذيذه يعني هو حرفيا عم الحاج بيروح قبل المشهد ده بسيجه كده بيروح مع اخر واحد وهو بيطردوا الموتوسيكل عشان يشوف معاه الولا ولا لا بيلاقي الولا مش معاه بيقوم جاي رامين كده وسايبه يطير. فدكتور فيت بيكلمه ويقول له انت لقيت الولا يقول له لا ما لقيتوش يقول له خلاص طب هات لنا بس الاسيره اللي انت خدته ده عشان اقدر اخش على عقله. He didn't make it.
بيقول له واضح ان هو ما نجاش يعني. بعد كده الصحاب بيروح تاني على البيت فبيلاقي الاثنين دول قدامه فبياخدهم اساسا عشان يشعلقهم كده في السماء، ويقوم جايب الصحاب فاهم مطلع منهم الادله وكل حاجه والدنيا زي الفل يعني. مشهد جامد والكوميديا اللي فيه لذيذه، والكوميديا كمان يعمل حاجه في الفيلم ما بين هوكمان وما بين الواد اتوم سماشر ده جامده فشخله. ايه ده فطر يالا كمان يعمل حاجه الكوميديا بتاع الدكتور فيت اساسا مع كل الناس، هو الواد ده جامد اساسا والله العظيم. المهم لما عمك ادم والصحاب بيطير بالعيالين دول السماء وبيستجوبهم بيرميهم بعد كده، وبيجي هوكمان بينقذهم. بيرجع تاني بالصحاب ادم لادريانا عشان يروحوا على مكان امون، بس هوكمان بيبقى مش عايزه ان هو يجي عشان هو عمال يقتل في اي حد ماشي وخلاص، وهو شايف ان هو بيقتل اشرار فهو كده اصبح شرير معاهم. نفس الشغلانه الود بتاعت عمك باتمان برضه اللي هو فاهم ما ينفعش ان هو يقتل المجرمين، عادي احنا ناخد المجرمين نحبسهم في السجن يطلعوا من السجن يفشخوا ناس كتير بس احنا ما قتلناش مجرمين. طب ما نقتلهم يا جدعان ونخلص من امهم، ما كل مره بيطلعوا من السجن يقتلوا ناس تانيين ومش عارف ايه، ما نقتلهم ناخد منهم القصص نقتلهم، هم يستحقوا القتل لان هم قتلوا. المهم الصحاب عمك ادم مش بيعجبه الكلام وبيقول له خليك في حالك يا اسطى، دول اساسا يستاهلوا الموت كده كده، شفت حتى انا بقوله صح يعني. المهم الصحاب بيشدوا مع بعضهم وبيفضلوا يضربوا في بعض، ودكتور فيت قاعد بيتفرج عليهم عادي. الراجل ده كاريزما قوي يا جدعان اقسم بالله، الراجل ده كاريزما قوي، بيسخن عمك ادم ويفضل يكسر في الحيطان اساسا وهو بيضربه لحد لما بيضرب بالغلط التاج، وبيلاقي التاج ان هو اثر عليه وخلى ايده فاهم تتاثر كده. وبنفهم الصحاب معلومه انا ممكن اكون قلتها لك قدام بدري يعني، ان ماده ايترونيام دي او انا مش عارف صراحه انت اسمها يعني، المهم من الصحاب ان هي الماده دي بتاثر جدا وبتضعف من قوه بلاك ادم. بيروحوا الصحاب بعد كده الفريق كله على السفينه وبيعرفوا اكتر عن التاج ده وان هو خطير جدا وما ينفعش يبقى في تناول الايد، وبنشوف جمله كده مكتوبه عليه الا وهي ان الحياه هي السبيل الوحيد للموت. مش عارف صراحه يعني دي معلومه معروفه يعني، انت لو مش عايش اكيد مش هتموت. حكم انا الصحاب بيقول لي انها تجيب التاج عشان ما ينفعش يعني برضو ان التاج يبقى مع حد كده فاهم، لازم ان احنا نحميه. ولكن هي مش بترضى وبتقول ان كل اللي همها دلوقتي ان هم ينقذوا ابنها ومليش دعوه انا بالتاج والحاجات دي كلها. فبيضطروا كلهم ان هم يشتغلوا مع بعض ومع تيس ادم كفريق واحد. فبيتحركوا بيروحوا على منجم الحديد اللي المفروض موجود فيه امون وهو اساسا راجل خطفه، وبيعملوا خطه كده للانقاذ. بالصحاب بص انت هتروح من هنا وانا هروح من هنا وهنتقفش هنا، شكلك فاهم يا نص. فعمك ادم اللي هو لا انت لسه هتعملوا خطه ومش عارف تروحوا منين، سلام عليكم يا رجاله، قوم جاي رايح مدمر كل المكان اساسا مع نفسه هو اللي هو انا لسه هستنى خطه انا ما عنديش حوار ده. وبيروح بالصحاب يقتحم المكان كله صباح الفل يعني، وبينزلوا معاه بقى هم كلهم وبيروحوا لاسماعيل ورجالته، واللي بيكون معاهم امون وبيقول لهم ان انتوا تدوني التاج اديكوا الواد، وعامل زي حقل كده اساسا. الحقل ده ما يقدرش اي حد ان هو يتعداه، حتى تيس ادم ذات نفسه ما يقدرش ان هو يتعداه. هتقولي ليه ما يقدرش؟ اقول لك ان ده معمول من نفس الماده اللي بتاثر عليه. بيقول لهم يا جدعان انتوا عايزين الولا ادوني التاج، ادوني التاج اديكوا الولا. فادرين على طول بتقول له بص هو انا مش عايز اي، خد يا ابني التاج وهات ابني. نعرف بعد كده من اسماعيل ان هو يبقى اساسا من السلاله بتاع الملك اكتون، فكان انت الملك اكتون المفروض تيس ادم قتله زمان هذا من نفس السلاله، وان هو عايز ياخد نفس القوه اللي كانت موجوده في التاج ده عشان يرجع هو يحكم من تاني. بيقول لهم انا اسف يا جدعان، وبيقوم جاي ضارب طلقه على امون. ولكن في لقطه سليم موشن يعني برضو اوفر قوي يعني، الحاجه الوحيده بجد اللي مزعلاني في الفيلم ده، مش حاجه وحيده يعني بس حاجه من الحاجات السيئه في الفيلم ده، السليم موشن كتير قوي، انا حاسس ان انا بتفرج على فيلم مصري بجد. المهم الصحاب لما بيضرب عليه طلقه النار على امون، ادم بينقذه وبيتعصب جدا من العصبيه بتاعته ويفجر المكان بكل القوه اللي عنده. بعدها الكل بيقوم وبيقول هوكمان ان هم لازم يلاقوا التاج. بيروح بعد كده الصحاب هو ورا تيس ادم وبيعرف منه قصته، وان هو اساسا كان رجل عادي من اللي تم استعبادهم زمان، وان الولد اللي لقى الحجر في الاول خالص ده بصحابه كان هيتعدم كان هو ابنه اساسا، وحصل اللي حصل وقبل ما يتعدم راح للصحراء وبقى عنده قوه خارقه. ولكن ابو الصحاب الملك ما عجبوش اللي حصل ده فراح وقتل مرات تيس ادم قدامه، وكان خلاص ابو الصحاب هيقتل اساسا تيس ادم ذات نفسه، واخد ضربه قويه اساسا على دماغه يعني. فبيجي ابنه ساعتها بعد لما اخذ القوه بتاعت شازام دي وبيديها ساعتها لابوه عشان ابوه يفضل عايش. بيقوم بعد كده ابو الصحاب ابوه بقى ما عنده القوه بتاعت شازام دي اساسا وبقى هو تيس ادم. لو انت مش واخد بالك فانت افهم معايا شويه، المجموعه بتاعت الصحراء اساسا اختارت ابن الراجل ده، ولكن ابو الصحاب هو بعد لما اختاروا ابنه ناس راحوا قتلوا مراته وكانوا بيقتلوا ابوه، فالواد يعني راح ادى القوه لابوه عشان يفضل عايش. نفس فكره انت في فيلم شازام لما جاي موزع القوه على اخواته، لا ده ادى القوه كلها اساسا لابوه. بعد كده الواد اخد سهم في قلبه واتكل على الله، فساعتها عمل حاجه تيس ادم انتقم من كل الناس، هو اصلا ما كانش عايز يبقى بطل خارق ولا اي حاجه، هو كان بس عايز ينتقم بس من اللي قتلوا ابنه يعني. فالبطل الخارق الحقيقي كان المفروض ابن الله يرحمه. المهم ابو الصحاب بيكمل كلامه تيس ادم وبيقول ان هو دلوقتي مش عايز القوه دي، وبيتكلم مع هوكمان في كل ده وبيوري له هيئته الحقيقيه لما بيقول شازام، وبيقول له بالصحاب بص انا هتخلى عن القوه دلوقتي هقول كلمه شازام، هو لو قال كلمه شازام هيرجع تاني للهيئه القديمه بتاعته من غير قوه، فهو بيقول له يعني حافظ ان انا ما اقولهاش تاني. بعد لما بيقولها بالصحاب بيرجع للشكل بتاعه تاني. المهم الصحاب بعد كده بيقوم هم جايين واخدين تيس ادم ده على السفينه، وعمك امون بعد كده بيبدا ان هو يفوق، وبينزلوا في مكان غريب تحت الارض كده في القطب الشمالي ما تفهمش ولا الجنوبي، يقوم يعني ان هو في ثلج كتير. بيخلي بالصحاب بعد كده الناس الموجودين في المؤسسه دول ياخدوا تيس ادم وبيحطوه في جهاز كده يعملوا زي ايه ثبات عميق، ولا اعلم بقى هم هيفوقوه منه امتى، وبيقفلوا بقه اساسا ويحطوه جوه ميه عشان ما ينطقش كلمه شازام تاني. دكتور فيت ابو الصحاب طول الفيلم عمال يشوف رؤى للمستقبل، وهو اساسا من قدراته ان هو بيشوف زي ما تقول لمحات كده من المستقبل، عامل شبه فاكر انت دكتور سترينج لما قعد يشوف المستقبل بالحجر بتاع الزمن، انما ده من غير حجر زمن ولا حاجه، هو بيشوف لمحات مش بيشوف المستقبل بالظبط. المهم يا الصحاب نرجع تاني بقى
ادريانا والبت اللي اسمها كاي مش عارف ايه دي، وبيكونوا من الصحاب وقاعدين مع بعض كده، وبيلاقوا اساسا ان المفروض الكتابه اللي على التاج دي معكوسه، يعني المفروض الكتابه اللي على التاج موجوده الحياه هي السبيل الوحيد للموت، انما ابسولوتلي لا، المفروض ابو الصحاب الكتابه لما تبقى معكوسه فالموت هو السبيل الوحيد للحياه. تن تن تا. واسماعيل ابو الصحاب كان عامل كل الحاجات دي اساسا عشان يخلي تيت ادم يموته ويقدر ان هو ابو الصحاب يموت ويوصل ابو الصحاب عن طريقها المكان في الجحيم وياخد القوه بتاعت التاج دي. حتى احنا بنشوف اساسا في المشهد في السلو موشن ده اسماعيل ابو الصحاب لما يجي عشان يموت امون بيتك على الزر يشيل بيه الحقل اللي كان مانع تيت ادم ان هو يوصل له، فهو كان عايز ان تيت ادم اساسا يموته عشان يقدر ان هو ياخد القوه بتاعت السباك. المهم بياخد ابو الصحاب فعلا القوه بتاعت السباك لما بيقول سباك شبه شازام يعني، فده قال سباك تقريبا هو كان سباك. المهم ابو الصحاب بعد كده بيخرج حرفيا من تحت الارض وبيهجم على السفينه بتاعت الفريق كله، بيبدا ان هو يدمر فيهم، بيحاول الفريق ان هو يوقفه ويقتله بس بيكون هو اقوى منهم بمراحل كتير جدا. بيقرر دكتور فيت ان هو يضحي بنفسه ويروح هو يقاتل سباك لوحده، لان هو شاف في الرؤى بتاعته ان المفروض ان هم كده كده هيكسبوا ولكن ان في حد هيموت اولا وهو هوكمان. فهنا قرر دكتور فيت ان هو يضحي بنفسه بدل ما يضحي مين بهوكمان، مش ابن سترينج اللي سابتون ستارك يموت بس هنقول ايه. بيطلع بعد كده برضه والصحاب في نفس الوقت ده دكتور فيت ان هو يحرر بلاك ادم عشان يجي يلحق اللي بيحصل. وصراحه المشهد ده لذيذ جدا يعني انا استمتعت بيه قوي. المهم الصحاب بيقدر فعلا تيت ادم ان هو يتحرر ويضرب بتوع الامن فاهم انت، بس يبقى السن الكمام على بقه فمش خليه يعرف ان هو يقول شزام عشان ترجع له قوه من تاني، ولكن هو عنيف يعني. في نفس الوقت ده دكتور فيت ابو الصحاب بيبقى خلاص اساسا بيموت، وبيبتدي الفريق ان هو عايز يلحقه ومش عارف يوصل له اساسا. بيبقى عم الحاج بعد كده اساسا سباك بيطلع ليهم جيش من الجحيم، عارف انت حاجه شبه دارك سولز كده، فهمش ايه السكيلتونز اللي عمالين يحاربوا دول. بيبقى ابو الصحاب تيت ادم غرقان تحت الميه وبيفتكر مراته وابنه، وفي نفس الوقت ابو الصحاب بيروح امون للناس وبيخليهم يعملوا حركه بايديهم اللي هي ايه الحركه دي المفروض اللي كان عاملها ابن اساسا تيت ادم فاهم، او رمز الحريه بتاعهم يعني. بيفوق بعد كده تيت ادم وبيقول الكلمه بتاعت شازام وبيجي بقى عشان يقاتل في سباك. في نفس الوقت ده الشعب كله كان بيتقاتل في الجيش بتاع الاموات ده. بعد قتال طويل ابو الصحاب بيقدر في اخر تيت ادم هو هوكمان ان هم يموتوا سباك اخيرا. الموضوع ابو الصحاب بيخلص وبيطلع تيت ادم اللي انقذ العالم كله بيقعد على العرش، بعد كده بيقدم نفسه للشعب بتاع كانداكو بيكسر عرش يقول لهم بقول لكم ايه المدينه دي مش محتاجه ابطال انا ماليش دعوه بالحاجات دي، وبيختار بقى اسم نفسه قلب هو بلاك ادم يعني ان هو طول الفيلم مثلا عمال تيت ادم تيت ادم تيت ادم، وصراحه يعني الاسم مش شعاري هو اسم مش شعاري خالص يعني ما ينفعش يبقى بطل خارق اقول له خد تيس ما ينفعش خالص يعني. في حاجه حلوه قوي يا ابو الصحاب قلب هي البوست كريدت سين. بوست كريدت سين ابو الصحاب بتشوف اماندا وارد بتتكلم مع بلاك ادم وبتقول انها معجبه جدا بالقوه بتاعته، بس يعني ايه انت اخرك المدينه بتاعت كندا، انت مش عايز تتحبس عندنا ما تتعداش حدود المدينه بتاعتك، ولو عم الحاج تعديت المدينه هبعت لك ناس توقفك وفكك بقى من اللعب العيال اللي كانوا عندك دي. فبيقول لها بقول لك ايه محدش يقدر يوقفني وبعتيهم كلهم لو عندك، ولكن فجاه ابو الصحاب بيلاقي عم الناس ده كان لنا سوبرمان جاي بنفسه. سوبرمان مين؟ سوبرمان هنري كافل انت فاهم، سوبرمان هنري كافل جاي بنفسه بيقول بقول لك يا بلاك ادم احنا محتاجين نتكلم حبتين، حاجه عظمه حاجه عظمه ايوه كده دي سي متعينا. اي نعم هو الفيلم مش افضل، بص احنا نقول توتا تخلص الحدوته ونتكلم شويه عن الفيلم. الفيلم يا عم الحاج هو مش اروع حاجه حصلت يعني، وفي مشاكل كتير، السي جي اي حلو جدا ولكن في بعض المشاهد انا كنت بحس اللي هو في حاجه غلط فاهم، ومشاهد السلو موشن كتير قوي، مشاهد السموشن كتير قوي، القصه سطحيه جدا يعني. المفروض في بلوت تويست حلو، البلوت تويست وكل حاجه ما كانتش متوقعه يعني، ولكن انا لمحت برضه في اول الفيلم يا جدعان الوش ده بتاع زروك انا عارفه اللي هو الوش بتاع ابو الولد اللي كان في الاول، انا لمحت ان ده زروك عارفه ولكن قلت عادي يعني ممكن يكون زروك طالع بالدورين، الولد لما يكبر هيبقى زروك والراجل ابوه هو زروك برضه عادي. محمد رمضان بي لايك يعني محمد رمضان عملها كتير جت على دوين جونسون يعني او زروك يعني ما جتش عليه، ولكن ابو صحابي القصه بتاعت الفيلم بس معموله عشان تمشي الاحداث وخلاص، احنا عايزين قتالات 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 قتالات. قدرات حلوه قدرات حلوه الفيلم لذيذ الفيلم لذيذ ولكن هل ده افضل حاجه من دي سي؟ لا، ولكن يا جدعان دي سي راجعه وبقوه، الشخصيه بجد بتاعت دكتور فيت جامده فشخ. اي نعم زعلان انها ماتت ولكن لازم كانت هتموت لان الممثل ده كبير في السن وكده، طبعا احنا مش هنشوف شخصيه دكتور فيت، لا هنشوف شخصيه دكتور فيت ولكن الخوذه بتاعت دكتور فيت دي هي اللي فيها القوه، فبالتالي هتتنقل لشخص تاني يبقى هو الهوست بتاعها فاهم او الحامل بتاع الخوذه دي ويبقى هو دكتور فيت الجديد، ولكن هل هيبقى نفس الكاريزما دي؟ ما اعتقدش صراحه، الممثل ده كان جامد فشخ يعني. وبس هنا من الصحاب هتقول لي طب لو هتقيم الفيلم ده عم حدوته تديله كام؟ هقول لك يعني 7.5 من 10، 7 من 10 عشان يعني انا نقول 7 من 10، نقول 7 من 10 حيث لان حرفيا المشاهد الكتير قوي بتاعه السلو موشن دي مقرفه، والسي جي اي ساعات كان بيخزع كده فاهم بيقول فاهم، ولكن بقيه الفيلم فهو فيلم لذيذ. احنا عايزين بس بعد كده ما نقفرش قوي يا جدعان في التوقعات من افلام ابطال الخارقين عشان ما نتخزقش بعد كده، وبس كده يا جدع. توتا توتا خلص الحدوته تقريبا، انا قلتها من شويه بس هي جدعانه معاك كمان مره. وما تنساش تعمل سبسكرايب لايك كومنت شير، بس تعمل فولو على انستجرام، ما تنساش تعمل فولو
فولو لكريم اسامه عشان هو اللي منتج الفيديو ده، وتعمل فولو لاحمد ناجد عشان هو كاتب سكريبت ده، وتخش على جويل ميم زي ميم امي على الفيسبوك يا ابو الصحاب، وما تنساش انك تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتي ليا حسن فهد، وتعمل سبسكرايب لقناه حدوته المصريه، وبعدها كده فاهم وانت في السكه تروح تعمل سبسكرايب لقناه حدوته جامده، وبعدها برضو وانت في نفس السكه اعمل سبسكرايب لقناه حدوته جيمنج. وانا اسف ان تعبتك معايا وبس كده كده، سلام عليكم.